الحنان والتعومات راح ورحل عن دنيتي خلاني أبكي في سكات. شاورك بموضوع صغير. انت حد تقول بعد شنو؟ الحين شلون اذا واحد حس انه يحب؟ ايش هالملاقه هذه؟ انت حد شايف ايش فيك؟ اكلمك من صدق يا عم. شنو من صدقك؟ منو تحب؟ احب فيض بنت خالتي. سليمان انا ادري على المشكله اللي بيناتكم صار لكم فترة طويلة ما تكلمون بعض بس لما ردها الأمور راح تعدل. يا رجال ولا ببالي عادي ايش قاعد قلت؟ بس أنت من متى تحبها؟ ما أدري صار لي فترة وايد أفكر فيها ما أدري تجي على بالي وايد. زين هي تحبك يعني ولا بس أنت تحبها من طرف واحد ولا شو السالفة بالضبط؟ ما أدري بس أنا أحبها. ما في فرق بينكم بالعمر ولا عادي؟ ترك لها سنتين ثلاث عادي. وهي تحبك؟ ما ادري يعني. ما ادري اذا هي تحبني ولا لا بس انا احبها. حبيبي انت جاي تتكلم ولا جاي داش في مقابله؟ ايش في قاعد تحكي شيء؟ خلصني تحكي عدل. تحبك ولا لا؟ ما ادري ايش تراني يعني من بس انت هيك شي تحبها من كيفك بروحك؟ هي الله يوفقك. حبة الله العظيم. Thank you.
أبوك صار لا يعرف الأكل ولا يعرف الشرب ولا يعرفني ولا يعرف شنو سوى ولا يدري إيش قاعد يسوي ولا يدري أنا منو ولا يدري أنا شنو ما يدري ما يدري. يما لا تحاتين صدقيني إذا أبوي كان حاب يروح مكان وفي ذكريات راح ترجعه أنا راح أخذه من إيده وودي. أنت ليش قاعد تبكين الحين؟ قلت لك لازم أنا وياك نكون قوايا. ما أدري ما أدري يا لين، أنا كل اللي أبي كل اللي أبي من الله لأن أجي رد حبيبي وأخوي وأبوي دنيتي كلها. ناجي صار واحد ثاني. المشكلة الدكتور قال لي إن حالته ما لها حل ولا لها علاج. ما لها حل ولا حل. هاني هاني تبين اسوي لك نسكافيه؟ لا هني وعافيه. على قلبك. اقول يا امي. قول. اقول لك عندك جد بحياتك ولا؟ اذا انت واخوك عيالي شلون ما عندي جد؟ اكيد عندي جد في حياتي. قول تحكى. يا ما ابي اتزوج. صدق؟ هذه الساعه المباركه يا يمه. لو من زمان قايل لي كان زين. علشان اخطب لك. شفت مستانس اكثر مني، انا بتزوج مو انت. وشلون ما استانس؟ ولدي بيتزوج بشوف عياله، شلون ما استانس؟ زين لا تعبين نفسك، ما بيك تدوري لي. انا عارف من ابي. ومن تبي ان شاء الله يا براد بيت؟ ابي في بنت خالتي. شفتي شكلتيني بعيونك كذي؟ ترى قلت لك ابي في بنت خالتي. تبي رايي؟ تبيني ارد عليك؟ أنا خلنا أقوم قبل لا ترفع ضغطي. ها قاعد أكلمك أنا يمه يمه. الزهايمر ده يصيب المخ ويتطور ليفقد الإنسان ذاكرته وقدرته على التركيز والتعليم. وقد يتطور ليحدث تغييرات في شخصية المريض فيصبح أكثر عصبية أو قد يصاب بالهلوسة أو بحالات من حالات الجنون. ولا يوجد حتى الآن علاج لهذا المرض الخطير، إلا أن الأبحاث في هذا المجال تتقدم من عام لآخر. كما أثبتت الأبحاث أن العناية بالمريض والوقوف بجانبه تؤدي إلى أفضل النتائج مع الأدوية المتاحة. نادية من صدقك قلت النكتة أنا جاية أشتكي لك وأنت تضحكين. لا ضحكتيني لما تقولين استخف، وهم استخفوا خالص من زمان. والله ما حد بيستخف غيري أنا. هالصبي ما أدري إيش فيه، مرة يبي بنتك العودة ومرة يبي بنتك الصغيرة، وقبل قايل لي إنه هو يعتبرها مثل أخته. ما أدري إيش يفكر فيه، ما أدري شنو يبي. واللي يسلمك نادية، خليك شوية جد معي، أعطيني حل، قولي لي شو أسوي. ولدي ولا ولدك؟ أحسكم عائلة خمس نجوم. صراحة مو وقته. حرمة عندي أبرد ما عندها.
زين ضحكي ايش فيك؟ هلا بعمري وقلبي وحياتي انت. شلونك؟ هلا حبيبي. مشتاق لك وايد وايد. انا بعد وايد مشتاقه لك. عمري انا باكر ان شاء الله راد الساعه 8 الصبح. ادري حبيبي، والساعه 8 راح تلقاني واقفه عند باب المطار ناطرتك. اهم شيء تدز لي واتساب. زين قولي لي سويت اليوم؟ وين طلعتي؟ وين رحتي؟ بلا طلعنا ويا البنات تجمعنا. كل شيء تمام؟ الامور طيبه؟ الحمد لله كل شيء بخير. يلا وش شيء تبين دق علي. تصبح على خير. انت من الخير. باي. مسكين عمي ناجي، والله ما يستاهل. الله يشفي. شاغل بالي انا، خايفه بعدين ما يتذكر ولا وحده فينا، ولا حتى يتذكر هو منو. يا رب انك تفرجها علي يا رب. زين حبيبتي وبعدين؟ ولا شيء، ما تذكر اي شيء. شوفي انا لما تذكرت بنفسي تذكرني، هو مو تذكرني على طول، يعني عقب ما حاولت معاه حسيت انه ذكرني. والدكتور يقول ان عمي ناجي مرات تشوفونه يتذكر الاشياء اللي كلش قديمه وشوي تذكر اشياء جديده. ما يخالف، هم لا تيأسون، يمكن محاولاتكم تنعج ذاكرته. يعني طلعوا معاه، سولفوا وياه، قعدوا وياه، روحوا معاه الاماكن اللي كنتوا تروحونها قبل، يمكن هالشيء يخليه يتذكر لو جزء بسيط. تدرين الحاله هذه تختلف من شخص لثاني، يعني في ناس تتطور معاهم الحاله فجاه، وفي ناس ياخذ معاهم وقت. بس اللي انا ملاحظه ان دكتور ناجي حالته تطورت بسرعه. شوف عيسى، اللي عرفته انا من الدكتور يقول ان حاله عمي ناجي استثنائيه، واللي فهمته من الدكتور واللي عرفته من لين واللي انا قريت عن هالمرض ان هالمرض له عده مسميات. ركز معي ها. في اول شيء في الزهايمر المتاخر، ثاني شيء الزهايمر المبكر، ثالث شيء الزهايمر العائلي. راح نرجع حق الزهايمر المتاخر. طبعا الزهايمر المتاخر هو النوع الشائع، وعاده يصيب تقريباً ما بعد العمر 65 سنة. أما الزهايمر المبكر واللي يصيب عمر تحت 60 سنة. وطبعاً هالنوع من هالمرض المرضى يعانون من أمراض عصبية فيه. أما الأخير طبعاً اللي هو الزهايمر العائلي، واللي هو وراثة، يكون وراثة من العائلة. وهذا النوع اللي يعاني منه عمي ناجي. وهالنوع هذا نادر جداً، لأنه يصيب بعمر 40 سنة. ما شاء الله عليك، حسستيني أني قاعد بمحاضرة. من وين جبتي كل هالمعلومات؟ تصدق؟ أنا ما حسيت بنفسي وأنا قاعد أشرح لك. أنت تدري عمي ناجي مثل أبوي، وأنا أول ما دريت بموضوعه ظليت أقرأ وايد عن هالمرض عشان نقدر شلون نتعامل معه. الله يشافيه ويعافيه. اكلي ولا ضاقين روحك. يلا اكلي اكلي. لو تدري يا ايوب ايش كثر اعاني وتعذب علشان ما رد عليك، كان ما سويت اللي قاعد تسويه ولعبت بمشاعري. هذا وانت ولد خالتي، يعني مو غريب. إيش حال لو كنت غريب؟ ما راح أرد عليك ولا راح أرضى أن أحد يعاملني كبديل مؤقت. ماكو شيء ما سويناه يا ورد. حاولنا أن نذكره بس أبوي مو قادر يتذكر ولا شيء، ولا شيء قادر يتذكره من اللي قلناه. ما يخالف حبيبتي، بنحاول وبنحاول ننعش ذاكرته لين يتذكر ولو شيء بسيط. يا بنت الحلال، إذا الدكتور يقول إنه ماكو فايدة. يا حبيبتي أنتي، الله موجود، لا تيأسي من رحمة رب العالمين. وبعدين لا تلتزمين بكلام الدكتور حرفيا. تبيني أقول لك شيء ورد؟ أنا خسرت أهم اثنين بحياتي. أول واحد خسرته بدر، والحين وايد خايفة أني أخسر أبوي بعد.
بدر الله يرحمه عند رب العالمين. لكن عمي ناجي موجود، ليش تقولين خسرته؟ خليك لين القوية. الله يسمع منك. بس تدرين إن أمي بعد مو مساعدتني كلش. أمي حالتها حالة، أحسها مو قادرة تتقبل الوضع اللي فيه أبوي، لا قاعد تاكل ولا تشرب، وكل ما أدخل عليها قاعد تبكي، والطاقة اللي دار مدارها دائما تكون طاقة سلبية. وارترى أنا بروحي ما حد قاعد يعاوني. أدري يا عمري، لاحظتها هالفترة مو عوايدها. الله كريم. والله ما أدري إيش أقول لك، ما يخالف يا ورد تحمليني. أنتي الشخص الوحيد اللي معي 24 ساعة وقاعد تشوفين شو اللي قاعد يدور ببيتنا. تدريني ساعات أدخل على أمي ألاقيها استغفر الله يا ربي حتى وهي تصلي بالها مع أبوي، تخاف لا يروح يمين أو يسار ويسوي بنفس الشيء. يا عمري أنتي ما يخالف، خلت يمها وساعديها، لا تبينين لها أنش ضعيفة ومكسورة، سانديها علشان تقدر توقف مع أمي. والله يا ورد مو بكيفي، أنا بسرعة يبين علي، بسرعة يبين على وجهي لما أكون متضايقة. ما علي يا حبيبتي، خشي ألمك بداخلك، خليك قوية يا لين، لا تبينين حق خالتي ضعفك، سانديها علشان لا تنكسر، علشان تساعدون عمي ناجي عشان ما يدخلون المستشفى. في أهالي وايد يضطرون يدخلون مرضاهم المستشفى لأن ما يقدرون يراعونهم. ترضين عمي ناجي يدش المستشفى وأنتم موجودين؟ حبيبتي أنتي ما علي، تحملي والله يكون بعونكم. ساعدي خالتي علشان ما تنكسر وتضعف. إن شاء الله. ها؟ ايوه صوفر بعد. ايوه ها شو تسوي؟ انت شو تسوي؟ يبا لا تجنني قاعد عيد كلامي الله يداك. ها قول شو عندك؟ والله شنك حاس اني ابي اقول لك شيء. انا حاس بس الله يستر. قول. اقول لك يا باي ايش رايك تخطب لي في؟ شنو؟ اخطب لك في؟ انت من صدقك انت؟ مينون انت؟ حاشك زار سالفتك انت السالفة؟ اعرف انا تركيبتي الكيميائية هذه الخايسة شنو؟ شلون اخطب لك اياها؟ انت بفهم بفهم انا يا يبا، شلون اخطب لك واحدة انت رافضها من قبل؟ ما يصير. يا ينيت انت بتمرضني انا، شلون كذي بفهم انا؟ شوف اسمعني عدل، اسمعني عدل، يا تراجع نفسك ولا ترى اشوف شوفة ثانية وما اندم عليها بعد. دايب خلاص خلاص ما تشوف شوفة ثانية و أراجع نفسي. شي تراجع نفسك؟ فكنا زين يا مع ويهك، شنك فرخ نسر، فكنا زين يا الله. على فكرة ترى كل الطيور ناديتني فيهم بس باقي البجع. بعدين ايش قلت لك أنا يبا؟ ايش قلت لك؟ كل هذا عشان نتزوج.
ممكن تسمعني؟ أنا عيلك شني؟ أبي تسمعيني ممكن؟ أنا ما أقصد أذبحه. ما أقصد أذبحه. قصدت. قصدت وقصدت وقصدت. ورد إيش فيك؟ تدري لو أنا مكان القاضي؟ مو أحكم عليك مؤبد. إعدام. إعدام شوية عليك وعلى أمثالك. زين عشان خاطري. شلون؟ ما عندك شيء تقوله. ما تقدر تقول شيء. لأنك إنسان ما عندك قلب. جاي تلومني؟ أنت ما تعرف أصلاً شنو يعني حب. ما تعرف شنو يعني إنسانية. ما تعرف شنو يعني أرواح ناس تمشي في الشارع عمولها ذنب. زوي الحب. حب هالسنين اللي بيننا. وين راح؟ حب؟ ليش أنت راعيت حب؟ راعيت حب بيني وبينك وإحساس ومشاعر؟ أنت إنسان متهور. يا ما قلت لك وحذرتك. ما راعيت خوفي عليك وعلى الناس اللي تمشي بالشارع اللي مالها ذنب. فوق هذا كله بلعتها وسكت لأني أحبك. شنو النتيجة؟ شنو كانت النتيجة؟ جاوبني. ما عندك شيء تقوله. اسمعني كلمة ما راح أثنيها يوسف. ما أبي أشوفك مرة ثانية. انسى شيء اسمه ورد. سمعتني؟ ما أشوفك مرة ثانية عند بيتنا. زي ورد. ورد. سمعيني وروحي بس سمعيني عشان أشرح لك. ايش جايبني هني؟ ايش جايبك؟ انا ادري ايش جايبك، حظ اللي جابك. ليش جاي هني؟ لا بس الظاهر اني انا بغيت اشرب ماي وما ادري هي ماي الله يهداك، انا حاطت لك ماي وحاطت لك كل اغراضك بالغرفه، البسكوت اللي تحبه، الشيبس، كل شيء في الغرفه. يلا حبيبي يلا قوم نام بفراشك يلا. يلا بسم الله عليك، شوي شوي. يلا يلا حبيبي. أوه، وين رحتي؟ ولا شيء. أفكر بعمي ناجي. تدري إن أنا قريت عن حالته؟ طلع هو مو بس يعني ينسى، هم بعد في ساعات بهذا المرض يخليه يوصل لمرحلة إنه يفقد التركيز والتمييز بين الألوان. صدقك؟ إيه من صدقي، يعني ما يميز بين الألوان، مثلاً اللون الأخضر، الكحلي، الأصفر، يعني وايد صعب إنه يميز بينهم. وهم بعد ترى صدق أنا وايد فاقدته. إذا على الفقد كلنا فاقدين. دكتور ناجي كان لي الأبو والأخو والرفيج. صدقين ما شفت أحد من قلب دكتور ناجي. ولا راح نشوف. الله يشافيه. اي أيوة والله ما لنا غير الدعاء بس. الله يشفي يا رب.
خلص خلص ما اقدر اتحمل، بس لا عتبتي ياهل صغير، كل شوي بتصرف كل شوي براي، بس ماني قادره ماني قادره خلص. يما الله خليش تكلمي شوي شوي ابوي لا يسمعك. الله يهداك، يلا صباح خير، ايش فيك؟ بس خلاص تعبت، انا تعبت والله، بس استنفذت كل طاقتي، ماني عارفه ياهل كل شوي براي. ما يخالف يما، هذا ابتلاء من رب العالمين، خلينا نقول الحمد لله على كل حال. خلينا ندعي رب العالمين ان ابوي يظل على هالحاله وحالته ما تتطور. الحمد لله والشكر، الحمد لله على كل حال. واللي يسلمك لين، وانت يا راد ابيك تمرين الدكتور تشوفين فحوصات الدم مال ابوك شنو النتيجه، لان انا بصراحه البارحه رحت الدكتور سمعني كلامي غث، ماني قادره اروح اشوف رقعه وجه الدكتور هذا. حاضر ان شاء الله، انا بمشي الحين. تبين شيء ثاني بعد؟ ما حاولت. يا رب. يا حبيبتي. هلا حبيبي، وينك؟ أنا توني راجع، كنت بقول لك إني أنا راح أرجع بالليل بسوي فيلم، بس ما قدرت. أول ما رديت دقيت عليك. صدق؟ الحمد لله على السلامة، تو ما نورت الكويت. الله يسلمك أبوي. أنت كان الحين راجع البيت أبدل وغسل وكذي ومرج. ماشي حبيبي. ماشي حبيبتي. انت باي باي. تفضل حبيبي، هذيل كل الأظرف اللي داخلهم الأصفر، جبتهم لك. أنا طلبت منك الأظرف اللي فيها الأصفر؟ إي حبيبي، أنت قايل لي أبي الأظرف اللي داخلهم الأصفر، هذيل هما. شو سالفتكم؟ ما تعلموني شو سالفتك؟ أقول لك أبي الأوراق، أوراق الجامعة اللي كنت أسجل فيهم وأكتب فيهم، تبي لي ظرف فيه صور؟ إنزين، أنت اهدى الحين وقول لي شو اللي تبي، انا اروح ادور لك واجيب لك. حاضر. خلاص خلاص انا هادي خلاص. ايش فيكم انتم؟ ايش ما تعلمون ايش فيكم؟ ايش صار لكم؟ على مش قلت تنسين انت؟ خلاص انا بنفسي بروح ادور، خلاص ما ابي ما ابي شيء منك. ما يا ربي يا ربي يا ربي، والله ماني عارفه شو نبي، والله ماني عارفه شلون ارضي. يا ربي شو اسوي؟ هذه الأوراق اللي يبيها ناجي. لغاية الحين يا لين الأطباء يكتبون أدوية للحد من هذا المرض، مثل القلق وعدم القدرة على النوم والاكتئاب والتخبط، وأثبتت الأبحاث أن فيتامين إي يحد من تطور هالمرض. دكتور، يعني أنت اللي تقصده أن إن شاء الله إذا أبوي خذ هذا الفيتامين حالته ما راح تدهور بسرعة؟ إن شاء الله لا، بس مثل ما قلت لك هالمرض عند ابوك حاله نادره، وانت قايلتلي من قبل انها حاله موروثه. راح اكتب لك على هالادويه. لا حبيبتي لا لا لا، انت عاد مميزه عندي. لا 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 لا، يمكن كلكم حبايبي وبناتي، عسى الله يحفظكم ويخليكم. الورده بيني وانت الورده. تسلمي يا عمي، انا منك بس. اي تفضل يا ابوي. يتذكر شيء؟ شلون تقول لي ما يتذكر شيء؟ شو يتذكر الله يهداك؟ شفته الحين هو تي ساعات كذي يقعد ويسولف ويضحك ويقول لي كلام حلو يدلعني، وساعات خير شر ينسى، ساعات ما يعرف اسمي منو، ساعات اكون حاطه له اكل يطالع الاكل ما يعرف شو اللي قدامه. هذا انا، شوفي نصعد فوق اخذه انزل تحت ايبه، ما اقدر لا اقدر اروح مكان، لا اقدر انام، لا اقدر اتسبح، لا اقدر اطلع، لازم انا معاه. الله يعينك يا خالتي. ايش قال لك انزين الدكتور؟ شنو قال يا ورد؟ الله يعيني، الله يعيننا على ما ابتلانا.
يقول الدكتور ان عمك زهايمر وابو الزهايمر ما له حل، يعني ما له علاج. يقول هذا المريض بهالمرض ساعات خلص ينسى كل شيء، ينسى اهله، ينسى ربعه، ينسى شغله، ينسى مستقبله، ينسى كل شيء حوله، ويظل مخه يجمع اشياء قديمه ويظل المخ محتفظ فيها. يقول المريض لما يوصل المرحله الاخيره من المرض ينسى كل شيء، لا يتذكر جديد ولا قديم. ادعي له يا ورد، ادعي له ان الله يشفيه. الله يشفيه يا خالتي، امين يا رب العالمين. تصبري، احنا راح نكون معك، ما راح نخليك بروحك. قلبي يعورني عليه، قلبي يعورني لما اشوف ناجي بهالحاله. والله ما اتحمل، ما اتحمل اشوفه. والله يا خالتي كلنا قلبنا يعورنا، ايش نسوي؟ ننطر رحمه رب العالمين. الله يشافي يا رب. هذا انا مثل ما تشوفين كله مجبلته، لي صعد فوق خذيته، لي نزل تحت جبته، جنة ياهل، اخاف عليه، لا اقدر انام، لا اقدر اتسبح، لا اقدر اطلع، لا اقدر اخلص المشوار، ها مجبلته وقاعده. الله يكون بعونك يا خالتي، لا تعادي، كلنا حوالينك. يا عمري يا ناجي، يا عمري. أول مرة أسافر ما استأنس كلش. أحسن. أحسن شنو؟ رايح شغل ترى. إي حتى لو قلت لك لا تروح بروحك. نطرني لألقى الوقت المناسب ونسافر يا بعض، ما نطرت. من قال لك إن إحنا ما راح نسافر مع بعض؟ راح نحوس العالم كله مع بعض. إن شاء الله. يومين مروا علي سنتين، وايد ضحكت عليك. تستاهل. تستاهل والله. صح كلامك. بس أنا بعد هم من اشتكت لك. زين سمعيني، لازم نروح ندور لنا مكان ان شاء الله حقنا من اليوم. ان شاء الله. انا بعد الملك كمان ما قاعده بالبيت. باذن الله ان شاء الله. استانسه؟ وياك اكيد. سطع لانك كثير ما اعرف اكل. اوكي خلاص. منو؟ أنا. هاي ما. إيش قاعد تسوين؟ قاعد أضبط الصور. يا حلوك يا حلو صورك، الله يونسون. أقول في يما. نعم يما. خطبك أحمد والجارنا سعد. يا يما خوش ولد، اسم الله عليه، ومزيون ومؤدب وسمعته طيبة. عاد أبوه كلم أبوك وأبوك قال إني أعطيك خبر. يما خليني أفكر. يا يما خلي يزورونا أول شيء البيت وبعدين خذي راحتك بالتفكير. إن شاء الله يما. زين ضحكي. يا حالاتهم. يا رب كم تأخروا، خلنا نشوف وين صاروا. يا رب وعيني يا رب. ألو، هلا حبيبتي، هلا. ها بشرى، شو الأخبار؟ تمام. أي عفي عليك، فديت قلبك والله. انزين واللي يسلمك لا تتأخرون، تدرين أتم حاتي ناجي. يلا ماشي ماشي يا قلبي، الله حافظكم. يا رب يا رب ينفع معاه يا رب. وافقي يا حظي وافقي، أحمد خوش ولد وبعدين ترى ولد جيراننا. بس انا للحين احب ايوب. شو تحبين فيه انت من صدقك؟ عقب كل اللي سواه فيك وسواه فينا تقولين احبه؟ فيض هذه مشاعر مو بيدي. بلا مشاعر بلا حكي فاضي، انا اختك وما ارضى عليك، وبعدين بتتمين طول عمرك ورا واحد ما يحبك ولا يبيك؟ قبل لا تردين على امي وابوي، فكري عدل ولا تاخذين الا الشخص اللي قدرك ويحبك وهو يايلك. وانت عارفه عدل ايوب كان يبي منو، القصه كلها عندك. انزين. أنا بخليك وأبيك تفكرين عدل، ومثل ما قلت لك لا تردين على أمي وأبوي قبل لا تفكرين.
لك عمرك تشجعين صاير؟ في متقدم لها واحد ورافضته. للحين تحب اخوك. وش المشكلة انت ليه زعلان؟ خلت تتزوج وتتسهل. هي ما وعدها بشيء ولا قالها بتزوجك. مو بايدها. تحبه. هذه مشاعر ما تقدر تتحكم فيها. في هي اللي مو صحي. ايوب لا يحبها ولا شيء. بعدين هي بنت خالتها اذا عملها زين ترى عادي. اي بس اخوك متغير معاها وقام يعاملها وايد زين. ما فيها شيء. ترى هي بنت خالتها مو اللي يحبها عشان يكون زين. عادي. واذا انت ما عرفت تكلمينها قولي لي انا اكلمها. خلاص انا بكلم امي وبشوف شو يصير. اي كلمي خالتي احسن. خلف هي تتزوج تسهل. خلي تروح بحار سبيل احسن لها. كلام اختي فيض كله صح وعين العقل. انا اللي متى بقعد اركض ورا هالايوب؟ لو بيلتفت لي كان التفت لي من سنين مو توه. اللي بعمري تزوجوا ومعظمهم عندهم عيال الا انا ظليت كذي. ليش اعور راسي وقلبي؟ أنا راح أقول لهم إني أنا موافقة وراح أتزوج أحمد. أكيد إني راح أحب عقب الزواج. أكيد. ليش يا رب ليش؟ ليش يصير فيني كذي؟ ليش؟ طول عمري كنت أحب بالخير لغيري. عمري ما أذيت أحد. استغفر الله العلي العظيم. استغفرك يا رب. اللهم ولا اعتراف. بس حرام اللي قاعد يصير فيني. أقول أجي اليوم ليش هو نفسي فيه عالة على الغير؟ حتى حاجتي ما أقدر أقضيها. شربوني وأكلوني يبوني ويودوني. ليت لمت بنت ولا عشت هاللحظة هذه. اللهم لا أسألك رد القضاء لكن أسألك اللطف فيه. يا رب ارحم طف بحالي ارحم ضعفي. يا رب ما لي غيرك. يا رب ساعدني وقف وياي.